النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى على المنبر عليه الصلاة والسلام، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة، يعني قام عليه الصلاة والسلام وصعد على المنبر يعني في مكان مرتفع، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. وفي حديث آخر قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالسنة، وعلى هذا أيضا كان الخلفاء رضوان الله عليهم والأئمة رحمهم الله يعلم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة تطبيق العلم عملي، أن كل واحد منا الآن عندما يصلي يظن أن صلاته صحيح وهو لا يدري، لعله عنده شيء وهو لا يدري عنه، مفهوم؟ طيب بسم الله، يتطوع الأخ يعني أن يقف ونرى. تعال هنا. أولا ما ذكرناه فيما تقدم أن المصلي قبل أن يأتي للصلاة يأتي بشروط الصلاة، السلام يحقق التوحيد، وقلنا قد يكون لديه شيء من الشرك ولا يدري عنه تكون صلاته باطلة، والعقل والتمييز والنية وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة ورفع الحدث وإزالة النجاسة، أتى بكل الشروط الآن. الآن يريد يدخل في الصلاة. أولا عندنا السترة، أقل ما يقال في السترة أنها سنة مؤكدة، يتخذ السترة إلا إذا كان يصلي خلف إمام، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، مفهوم؟ نعم. عندنا إشكال الآن، ما علي لو أتعبتك إن شاء الله أكتب لك الأجر. الآن عندنا إشكال وهو أن بعض الناس يدخل إلى المسجد وتجده يصلي في آخر المسجد ولا يحرص على الصف الأول، تعال إلى الصف الأول واتخذ السترة وصلي. ماذا تصنع؟ تصنع تتطهر في بيتك، تتطهر في بيتك لا في المسجد، هذا الأصل، تتطهر تلبس أحسن الثياب تأتي إلى المسجد وعليك السكينة والوقار، سكينة في الحركات ووقار في الهيئة، يعني لا يأتي من المسجد ويجري يهرول أو يأتي وهو رافع الصوت في يتكلم في الجوال مثلا، هذا قبل الدخول المسجد، فما بالك إذا دخل المسجد. فإذا أراد الدخول المسجد المكان الذي تضع فيه نعليك أكرمك الله ضع معه الدنيا، المسجد ليس مكان للبيع ولا للشراء ولا غيره، تقدم الرجل اليمنى تقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت الإمام في الصلاة يعني قد أقيمت الصلاة تدخل مع الإمام في الهيئة التي عليها الإمام، راكع أو ساجد أو قام حتى ولو كان في التشهد الأخير. ومما يقع فيه بعض الناس هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير وقف وانتظر حتى يكمل جماعة ثانية. الغالب وتابعوا هذا في بعض المساجد، في الغالب أن الذي يصلي في الجماعة الثانية دائما في الجماعة الثانية، هؤلاء أصحاب الجماعة الثانية ما يتغيروا، وأصحاب الجماعة الأولى الصف الأول في الغالب ما يتغيروا. صحيح عندنا رجل عندنا في مسجدنا في الحي، هذا إمام للجماعة الثانية، إمام راتب للجماعة الثانية دائما في الجماعة الثانية، الجماعة الأولى هي المقصودة. بل بعض العلماء رحمهم الله يرى أن الجماعة الثانية إذا كان القصد منها التفريق فهي محرمة، يدخل المسجد ويجد الإمام على هيئة صلى معه، إذا لم تقم الصلاة ماذا يصنع؟ يصلي الراتبة القبلية، إذا كان لهذه الفريضة راتبة قبلية، لم يؤذن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. بعض الناس هدانا الله إياه يقف، والثاني يلتفت، والثالث يتنحنح، يعني إيش؟ أقم الصلاة، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت في بيت من بيوت الله كيف تعترض؟ يقف في الشارع أحيانا ساعات الطوال ولا يبالي، لكن مجرد أن يدخل المسجد الشيطان يأتيه. طيب استقبل القبلة، يتخذ سترة، بينه وبين السترة مقدار 3 أذرع، يعني مقدار السجادة اليوم الموجود. عندنا إشكال في السجادة أيضا،
وتصوف الآن إخواننا أرادوا أن نقع في ما هم عليه. الآن عندنا بعد السياجين مرسوم عليها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ أرادوا أن يجعلوا قبلتك القبر، هذا ما يجوز الصلاة عليه. السجادة التي عليها الكعبة، وكان بعض العلماء يرى الكراهة الصلاة عليها مشغلة. ثلاثة أذرع يصلي بينه وبين السترة، كيف يضع رجليه؟ الآن يضع رجليه على استقامة البدن، يعني على حد المنكبين، يرى استقامة الرجلين لا من الداخل، يراهما من الخارج هنا. يعني الآن هنا مع الأخ، يعني عندما يرى الداخل يرى هنا مع الخط هذا الخارج، حطها مع الاستقامة. عدل، شوف هذه الاستقامة مع الرجل. يا رجل هذه استقامة شديدة، خلي هذا الحد مع هذا الحد. عدل ما عم شوف كذا ما عم شوف ما شو صنع لك أنا؟ أي هكذا جيد، تمام. عدل الثاني بس ما أي، يعني على استقامة البدن ينظر إلى استقامة الرجلين من الخارج لا من الداخل. ارجع للخلف عاد، ايش نصنع لهم هذا؟ ما يرى وما يشوف. تعالوا كذا، مفهوم؟ عدل، شوف هذا ما هي معدلة. أي هكذا جيد، استقامة البدن. الآن نريد نبين الأخطاء في وضع الرجلين، أخطاء في ورجع الرجلين. افتحهم كذا إلى هناك، يفرج دون استقامة أو يضم. قدم كذا شوية، قدم أبو فهد. يضم أو يجعلهم هكذا أو مفرجة. نعم، هذا أخطاء. ماذا يصنع الآن؟ القيام مع القدرة ذكرنا، القيام فرض، القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة. أما النافلة صح أن يصلي النافلة جالسا، لكن يأخذ نصف أجر القائم. طيب، استقام، ماذا يصنع الآن؟ يكبر تكبيرة الإحرام. بعض الناس يظن أن الركن هو رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، لا، الركن هو قول الله أكبر. يرفع اليدين مضمومة الأصابع، متجه واضع باطن كفي، متجه باطن كفي للقبلة، حذو الأذنين وحذو المنكبين. يضم باطن الكفين للقبلة، حذو الأذنين، محاذاة الأذنين والمنكبين. لا يفرج، هذا الأخطاء الآن، أو يمس شحمة الأذنين، أو يكبر حذو أعلى الرأس، أو حذو السرة، أو أسفل من السرة. مفهوم؟ طيب، قائلا الله أكبر، وهذا هو الركن، قول الله أكبر. ثم يضع باطن كفه اليمنى، الباطن، على ظاهر كف اليسرى والرزق والساعد، يعني هذا البطن اجعله على المفصل هنا هكذا. لا، أنت تراني أنا هنا هكذا وضع، هذا هو الوضع. مفهوم؟ ضع يا أخي وأنا أراك الآن، ضع يدك اليمنى على اليسرى، لا تفرج أصابعك، أي هكذا، أو قبض هكذا، يقبض هنا على المفصل. أما أن يسدل يديه أو يضع هنا على المرفق، مفهوم؟ أو يجمع هكذا مثل هذا الأخ هكذا، هذا خطأ، يجمع بين الوضع والقبض خطأ، إما وضع هكذا وإما قبض على صدري. أين الصدر؟ بعض الناس هكذا، هذا مو قبض هذا ولا صدر، هذا صدر، هذا يذهب إلى الطبيب أحسن، هذا نحر. أو على السرة، يعني بعض الناس أخطاء هذه، أو على قلبه أو على خاصرته، أو يسدل يضع على صدره، مفهوم؟ دون تكلف، يعني قلنا هذا ما هو وضع. ها شوف اليد الآن، ما وضعت كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن ماذا يصنع؟ تعرف
كبر تكبيرة الإحرام. قراءة الفاتحة. يا أخوان نترككم. هذا يصلي. نعم. قراءة الفاتحة. نعم. نعم. دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يقال في الركعة الأولى فقط. في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة وفي قيام الليل. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أو غير هذا من أدعية الاستغفار، اللهم باعد بيني وبين خطاياي مثلا. بعد هذا يستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، ولا يترك منها شيء. ثم بعد هذا يؤمن. ثم بعد هذا الآن قيام مع القدرة ركن، تكبيرة الإحرام ركن، قراءة الفاتحة ركن، دعاء الاستفتاح سنة، قراءة ما تيسر من القرآن سنة. هل يستعيذ الآن عندما يريد قراءة سورة؟ لا، تكفي الاستعاذة الأولى التي قبل الفاتحة. هل يبسمل؟ إذا أراد أن يقرأ من أول السور يبسمل، أراد أن يقرأ من وسط السور يقرأ مباشرة بلا بسملة. مثاله، أراد الشيخ أن يقرأ بعد أن أمن، أراد أن يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. أراد أن يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يقرأ مباشرة دون بسملة. ثم بعد هذا يسكت سكتة لطيفة بين القراءة والتكبير حتى يفصل. ثم بعد هذا يرفع اليدين كما رفع في تكبيرة الإحرام، حذو الأذنين، محاذاة الأذنين حذو المنكبين، قائلا الله أكبر ويركع. نعم. الإشكال، كل الإشكال عندنا في كشف العورة في من يصلي في البنطال، أو أحيانا في لبس الإزار والرداء في الحج والعمرة. الله يبلغني وإياكم. فإيش يصنع الآن؟ يقبض على ركبتيه قبض، ما يضم، يقبض. أي نعم. إذا ثنى هنا المرفقين انثنى الظهر. إذا ثنى المرفقين الآن ينثني الظهر، يجعل المرفقين مستقيمة في الغالب، ولا يطأطئ الرأس، يجعل الرأس هكذا على استقامة واحدة. مفهوم؟ طيب، الأخطاء في الركوع، يرفع الرأس، يطأطئ، يثني، ينثني الظهر، أو يقبض على فخذيه لأعلى ركبتيه، أي نعم، أو يقبض على ساقيه، أو يضع اليدين من الداخل، أي من الداخل. مفهوم؟ يقبض على ركبتيه. ماذا يقول في الركوع؟ يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة فقط وجوبا. الواجب قول مرة واحدة سبحان ربي العظيم، لا الأذكار على ما ذكر الأخ قبل، هذا خطأ. يقول لابد مرة واحدة سبحان ربي العظيم، ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مهم أن تفهم أنه قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا واجب، ثم يزيد سبحان ربي العظيم الثانية، أو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. مفهوم؟ إذن مهم أن تقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم. الآن عندنا إشكال أيضا في الرفع. كثير من الناس إلا من رحم الله عندما يرفع يقول سمع الله لمن حمده إذا استقام. خطأ. قول سمع الله لمن حمده هو مكان هنا تكبيرة الانتقال بين الركوع وبين الاعتدال، فمع الرفع يرفع اليدين ويقول سمع الله لمن حمده، فإذا استقام قال ربنا ولك الحمد. يعني الآن سمع الله مع رفع اليدين، حذو الأذنين حذو المنكبين. طيب اركع. الآن الخطأ أنه بعد أن يرفع ويعتدل يقول سمع الله لمن حمده. خطأ. هنا مكان ربنا ولك الحمد. قول سمع الله لمن حمده واجب على الإمام والمنفرد، يعني دون المأموم. وربنا ولك الحمد للكل، إمام ومأموم منفرد. ويزيد يستحب له أن يزيد بما ورد، لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. ثم يسجد. نعم. والإشكال الآن أكثر ما يكون عند الناس في السجود، انكشاف العورة وعدم السجود أعضاء السبعة. السجود أعضاء السبعة، الجبهة والأنف عضو واحد، باطن الكفين لأن هناك من يرفع كفيه ويصنع كذا، والركبتين، وباطن أصابع الرجلين، هذا المهم عندنا في الرجلين.
هو الإشكال أكثر ما يكون في هذا في الرجلين. نعم. يضم الأصابع متجهة للقبلة، حذو الأذنين أو حذو المنكبين، أصابع الرجلين على الأرض، يرص عقبيه، إلصاق الكعبين في بعض، مفهوم؟ لابد أن يجافي بين أشياء ثلاثة، يعني يباعد، يجافي أي يباعد بين أشياء ثلاثة. معلش أرجع للخلف قليل، أنت قرب له هذه السترة تكون أمامه، هذه السماعة، أرجع أنت للخلف قليل. طيب الآن الكفين على الأرض متجه بالأصابع للقبلة، حذو الأذنين أو حذو المنكبين، لابد أن يباعد بين أشياء ثلاثة. الأشياء الثلاثة، الواحد الأول الإبط بين العضد والكتف والصدر، وبين البطن والفخذ، وبين الفخذ والساق، مباعدة. الآن نطبق الأخطاء. نعم، انضم بعد، ضم أيضا 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 يضم هكذا ينضم، إلا حال الزحام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأحيانا يمتد حتى ترى نائم. نعم يمتد مرة واحدة كمان، أي هذا لأنه نائم. نعم بعض الناس تكلف على ذلك. نعم، أو الأخطاء في الرجل الآن، يسجد أرفع يضع هكذا، أو يضع واحدة فوق الأخرى. نعم، أو يرفعهما. نعم طيب، أيضا أنت الآن إذا ما استطعت أن تجلس هذه الجلسة، أضع الأصابع، ماذا تصنع في خارج الصلاة؟ في خارج الصلاة قبل أن تصلي تتدرب، تجلس على رجليك وتجلس عليها، يعني هذا في خارج الصلاة، يجلس هذه الجلسة حتى يتعود، يجلس هكذا ويسجد ثم يرجع يجلس ويسجد خارج الصلاة، تدريب، مفهوم؟ طيب ايضا عندنا افتراش، ان يضع المرفقين على الارض، افتراش هكذا، مفهوم؟ هذا من اخطاء في الصلاه، او يرفع الانف مثلا. طيب ماذا يقول في السجود؟ يقول سبحان ربي الاعلى، اثبات صفه العلو لله سبحانه وتعالى مره واحده وجوبا، واستحب له ان يزيد بما ورد سبوح قدوس، او الثانيه سبحان ربي الاعلى، ثم يجلس يفرش اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويجعل أصابع اليمنى باطن أصابع اليمنى على الأرض، وأصابع اليمنى متجهة إلى القبلة كما يجلس الأخ. طيب ماذا يقول؟ رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا، واستحب له أن يزيد، رب اغفر لي رب اغفر لي. أما قول رب اغفر لي ولوالدي هذا بدعة. سمع الله لمن حمده، ربنا وك الحمد والشكر، وقول الشكر بدعة. طيب ثم بعد هذا يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، يصنع في الثانية ما صنع في الأولى، خليك جالس، إلا أن الثانية ليس فيها تكبيرة الإحرام، فيها تكبيرة انتقال من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، وليس فيها دعاء استفتاح، وليس فيها استعاذة عند بعض العلماء، يقول تكفي الاستعاذة الأولى، لأن قراءة الصلاة تعتبر قراءة واحدة، مفهوم؟ وتكون الثانية دون الأولى في الطول أحيانا، وأحيانا تكون مساوية. فإذا انتهى من الثانية وكانت الصلاة ثنائية كالفجر، أصبح التشهد الآن هذا في حقه تشهد أخير، فهو ركن الجلوس والتشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية، وبعدها التسليمتان. طيب يتشهد، يشير بإصبع السبابة، يشير بها وينظر إليها، النظر في الصلاة كاملة يكون إلى موضع السجود، إلا في التشهد ينظر إلى أصبعه، مفهوم؟ طيب أخطاء الآن في الجلسة، الآن في الجلسة يجلس هكذا، اجعل رجلين من الخارج واجلس، هذه الجلسة منهي عنها، أو يضع أحد الرجلين فوق الأخرى. نعم هذا كله أخطاء في الصلاة. الجلسة الصحيحة في جلسات الصلاة كلها أن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، إلا في الصلاة الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير يتورك بأن يخرج الرجل اليسرى من تحت الساق، من تحت ساق اليمنى، مفهوم؟ وينصب اليمنى، ويصح أن يجعل اليمنى دون النصب، أي نعم يفرشها أيضا كذلك. طيب الأخطاء في التشهد، اجلس جلسة عادية،
أخطاء في التشهد الآن. أحيانا بعض الناس عند التسليم يضرب بيديه مثل ما يصنع الرافضة، أو عندما يسلم على اليمين يحرك اليمين ويسلم على اليسار يحرك اليسار، أو يرفع رأسه السلام عليكم ورحمة الله، أو عند التسليم ينحرف عن القبلة بمنكبيه. شوف الآن هذا خطأ، فقط الالتفات يكون بالرقبة بالرأس، ما التفت بمنكبيه، مفهوم؟ بعد أن يقرأ التشهد وصلي الصلاة الإبراهيمية استعذ بالله من أربع، ثم يسلم التسليم الأولى ثم التسليم الثانية. الإشكال عندنا أذكار أدبار الصلوات، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار هذه الموظفة بأوقات واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من الشباب يقول لي، يقول هذه الأذكار زمان كنت أقولها الآن خلاص. أي تجد بعد الصلاة ينصرف الناس لا أذكار أدبار الصلوات ولا غيره. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يواظب على الأذكار أدبار الصلوات ولا يشغله عنها شيء. صلى بجانبه الحجاج بن يوسف الثقفي قبل أن يتولى الإمارة، وكان الحجاج يلعب في صلاته. فسعيد عندما سلم وسلم الحجاج أمسك سعيد بيد الحجاج ولم يكلمه حتى انتهى من الورد. سعيد الحجاج يريد أذهب وهذا يمسك بيده. فعندما انتهى سعيد من الأذكار رحمه الله قال: يا سارق يا لص، تسرق في صلاتك؟ والله لو تعود لهذا لأضربك بنعلي هاتين. وترك. تولى الحجاج الإمارة ودخل المسجد، جاء للمدينة ودخل المسجد، فقال الناس: اليوم يأخذ الحجاج بثأره. فدخل وإذا سعيد في المسجد، فقال له: أنت صاحب الكلمات يا سارق يا لص، أضربك من علي هاتين؟ قال سعيد رحمه الله: قال نعم أنا. وضرب على صدري، قال أنا، يعني ماذا تريد؟ فقال له الحجاج: لله درك من معلم، والله لم أصلي صلاة بعد تلك الصلاة إلا تذكرت ما قلت لي. إخوانا، محافظة على الصلاة على الأذكار، محافظة على السنن. لماذا سمي أهل السنة بهذا الاسم؟ أهل السنة والجماعة تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الصحابة رضي الله عليهم، السلف الصالح، ما كانوا يسألوا أن هذا واجب وهذا مستحب. خلعنا عليه خلعوا نعاله، صنعوا ما يلتفتوا أن هذا واجب وهذا مستحب. ولذلك كان ابن عمر مثلا رضي الله عنه أشد من أشد الصحابة تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي عطيق السلف تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب، هذا يعني ما يتعلق بشيء مختصر عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يستعيذ بالله من أربع قبل التسليم. مواضع الدعاء في الصلاة في موضعين، مواضع الدعاء في الصلاة في موضعين: في السجود وقبل التسليم بعد الفراغ من الاستعاذة بالله من أربع. يدعو بما أحب، والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة مانعة، لو تتعب حياتك كاملة ما تستطيع أن تأتي بمثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ليلة القدر ما تقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. توحيد، عفو تحب العفو، توحيد فاعف عني. في ماذا؟ في بدني، في مالي، في زوجي، في ولدي، في الدنيا، في القبر، في الآخرة، كل شيء، خير الدنيا والآخرة. تتعب حياتك كاملة، أي دعاء تريده لا بد أن تجد له أصل. الشيخ ولد زوجة
يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سبحان الله، زوجة وأولاد وما شاء الله، صحيح مفهوم؟ إذن الأولى أن تدعو بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، صلى الله